بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني أخواتي، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله أنتم لاباس وأحوالكم بخير. اليوم حبينا نرد على فيديوهات أخيرة لحمد الشجيع اللي راه ينشر منشورات يعني صراحة استفزازية، يعني وبعد كيقول لك علاه ردوا علينا وعلاه ينتقدوا في حمد الشجيع وعلاه أكتوف، يعني منشورات كلها استفزازية. يعني من حقنا نرد في الانتقاد، يعني نرد بالانتقاد بشيء قانوني، يعني أما طريقة السب وشتم وتهديد السلامة أمنية كما يدعي حمد الشجيع فنحن يعني ليست من مصلحتنا ولا نرد يعني ولا نستعملها، بل هو ادعاء محض ادعاء، لأن لاحظنا أن هناك أتباع حمد الشجيع يصنعون حسابات مزيفة ويصنعوا تهديدات يعني لحمد الشجيع باش يعني يدعموا هذه الكذبة تاعهم، باش يقولوا هناك صفحات زائفة وهناك من يهدد حمد الشجيع وغير ذلك. وحنا قلنا يعني دائما وأبدا نحن نرفض هذه تهديدات بسلامة أمنية، ونرفض كل أنواع السب وشتم لأي شخص كان، وخصوصا أجانب يعني راهم عايشين بيناتنا بسلام وأمان. لكن يا للأسف هناك بعض الأشخاص يلعبوا اللعبة هذه، يعني يرمي لك تهمة وهو يعملها، يعني سبقني وبكى، يعني ضربني وبكى وسبقني وشتكى، هذه هي أسلوبهم. يعني هو يعمل تلك الأسلوب، جماعته يعملوا أساليب تاع السب والشتم، يعني صفحات قادرين يصنعوها، يعني قادرين يصنع لك صفحة تاع السب والشتم تاع تهديد حمدي شجيع، ويعني يروح الحساب تاع حمدي شجيع ويحلف فيه يقولوا انه قلت لك كذا 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 كذا، بعد حمدي شجيع يصورها يقول لهم ها شوفوا راهم هددوني، ها شوفوا راهم ضربوني، ها شوفوا راهم قالوا فيا كذا. هي ألاعيب إخواني أخواتي. أنا شوف أنا حسب علمي إلى الآن يعني أتحدى أي واحد يثبت لي بأن هناك أشخاص هددوا بسلامته أمنية، يعني أظهرهم، ومن حقك تشتكي بهم قانونيا، ومن حقك يعني تقاضيهم. لكن احنا نشوفوا غير كلام برك أقاويل. احنا إخواني أخواتي احنا عارفين هذيك الألاعيب، يعني أمثالك يا حمدي شجيع عارفين أمثالك يلعبوا هذه الألعاب. احنا عندنا يعني سنين وحنا نتعاملوا مع مصريين ونعرفوا عقليتهم، يعني بعض المصريين يعني أسلوب تاع المظلومية، يعني دائما جعل من نفسه مظلوم باش يربح تعاطف الناس، وهذا أسلوب معروف نعرفوه. لهذا احنا مش يعني مصلحتنا يهددوك أو يسبوك أو يشتموك، فهذا محض كذب، هذا هو. لكن إخواني أخواتي نسمعوا الفيديو تاعو ومن بعد نردوا عليه. إخواني أخواتي نسمعوا الفيديو تاعو ثم نرد عليه، تابعوا. دي مشكلة مش عارف ايه سببها يعني. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا هو مش موضوع اللايف الأساسي، العنوان أنا نبهت الموضوع ده بقاله كتير، يعني أكتر من سنة. الوسيلة دي من الوسائل الخبيثة للأسف اللي بيستخدمها مجموعة من الناس علشان تشويه سمعة حمدي شجيع بأي شكل من الأشكال، طبعا من بينها اللي هي صفحات مزيفة. فأنا حبيت يعني أنا مش طالع زي كل مرة عشان الناس زهقت من أنا أشتكي، أنا لا طالع أشتكي ولا حاجة، أنا طالع أنبه الناس عشان بس تكون على دراية، لأنه في فئة من الناس للأسف فئة بتصدق أي حاجة، ماشي؟ انتم على بالكم كاين واحد بعض الناس كده كي تهضر مع زوج كلمات تقول له هكذا يقول لك هكذا. بعض الناس كده كي تهضر مع زوج يتكلم معاه كلمتين وتحكي له أي قصة ولو خرافية على فلان مش عارف ايه، ولو عارفه بقى هكذا على طول بيصدق. ففي فئة بيفكر هيقول حتى حمدي ده لو مش كويس، مش بالحماقة دي ان هو يروح يشتم في ناس بحسابه الرسمي يعني. ففي ناس للأسف ويعملوا الكلام ده وياخدوها كوبتير ويبعتوها للناس. فأنا بنوه عليكم ان في صفحات مزيفة، والصفحات بتاعتي سهل جدا التأكد منها. الصفحة اللي انتوا بتشوفوني منها دلوقتي دي فيها أكتر من 600,000 متابع، يعني صعب تقلدها، أكتر من 600,000 متابع. طبعا محدش يقول لي على العالم
كاين صفحة باسمك وصورتك وحتى إخواني أخواتي، أنا هذه تاع الصفحات المزيفة اللي يصنعوها باسم حمدي شجاع، إخواني أخواتي أنا أراها صراحة، أنا أراها بأنها من صنع أتباع حمدي شجاع، لأنها حيلة استعملوها باش يضربوا الطرف الآخر، يعني يضربني وبكى وسبقني وشتكى، هذا أسلوب، هو أسلوبهم. لأن إخواني أخواتي لاحظنا يعني سبحان الله في هذه المرحلة شكون اللي يصنع لك صفحة؟ يعني نديروا بحث، نديروا البحث في الفيسبوك أين صفحات مزيفة باسم حمدي شجاع وراه؟ إخواني أخواتي أين هي صفحات؟ نتبعوا ذوق ما نشوف بعد نرجع، شوف نديروا بحث ثم نرجع. إخواني شاهدوا الله يستركم، ها وراهم صفحات حمدي شجاع مزيفة، ها وراهم، ها لي باج، ها أين صفحات حمدي شجاع مزيفة؟ أين هي؟ هاي وراهي صفحات مزيفة حمدي شجاع، أين هي؟ السؤال يطرح، أين هي صفحات حمدي شجاع؟ أين هي؟ يعني ديروا بحث، بحثوا وشوفوا إذا كاين صفحات مزيفة. إخواني أخواتي أنا صراحة أشك، وكثير من الأطراف يتشك بأن هذا أسلوب يستعملوه أتباع حمدي شجاع للعب لعبة ضربني بكا وسبقني وشتكا، باش يعني الطرف الآخر يتهموهم اتهامات باطلة ويقول لك بلي داروا كذا وداروا كذا وداروا كذا. طبعا أنا لا أنفي هناك أطراف، يعني الناس بالك دارت هذيك أمور يعني تهدد، يعني هم أغبياء حمقى من حقه يحاسبهم، لكن صراحة هذا الكلام راه دائما يدير فيه، يعني صراحة أنا أرى أمر غريب، يعني أرى بأن هناك خطة تطبق من أتباع حمدي شجاع باش يعني يتهموا الطرف الآخر، يتهموه بأمور ليس فيهم. هذه أنا أرى هذه يعني هذه واضحة للعيان، يعني أين صفحات مزيفة؟ أثبت أين هما، أين هي صفحات مزيفة؟ نكمل نشوفوا وش يقول ثم نرد عليه. إخواني أخواتي حتى كلام نفسه تحير، ما هو أنا بقول لكم ما فيش حاجة اسمها باسمك وصورتك الفيصل عدد المتابعين صفحاتي، أي منشور على الأقل على الأقل حتلاقي عليه 2000-3000 لايك. احنا في دولة قانون في الاخر اللي ما هيحش في بتاع، ولكن هي دي القصة ان انا حبيت انوه عليكم ان في صفحات في نعم دولة قانون، نحن في دولة قانون، ولكن ما ينضحكوش عليهم ألاعيب، هذه ألاعيب معروفة عنكم، يعني ما نضحكوش عليهم، ماوش أغبياء يعني المحققين وغير ذلك، يعني الحقيقة تظهر، يعني ما هذيك الألاعيب هذيك يعني ما تخفاش عليهم. كملوا. يعني صعب جدا، أنا ما بشوفش منشوراتي حتى على الأقل، يعني الواحد فين وفين، ولكن أنا بتكلم على الناس اللي بيبعتولي على الصفحات اللي عاملة باسمي. يعني صعب جدا، أنا ما بشوفش منشوراتي حتى على الأقل، يعني الواحد فين وفين، ولكن أنا بتكلم على الناس اللي بيبعتولي على الصفحات اللي عامله باسمي، ولا منشورات معموله عليا، ولا مش عارف ايه، وكل شويه بسمع قصه وحكايه، كل شويه اخرها واحده يعني كان حابب يتخابس بس ضحكني، بيقولوا حمدي زار الكيان الصهيوني ومن الخبرات بس ده يعني ايه، اهبل شويه، في بيتفننوا فعلا في الخبازه ان هو يشوه سمعتك. من هو الذي قال لك يعني زرت مخابرات وإسرائيل وغير ذلك؟ يعني من هو؟ أنا أظن بأنك لا تتابع أصلاً، يعني وش يقولوا لك؟ يعني راك تهضر، يعني صراحة هذا مستوى ما يعني، حتى صراحة نعلمك يا حمدي شجاع خطورة في الردود، خطورة تابع حوارات الناس واسمع بأذنيك، اسمع منهم وش يقولوا باش ترد عليهم، مشي تستنى الناس تقول لك وش فهموا، هذا فهم خاطئ. أنا راك أخطأت، شكون اللي اتهمك قال لك كنت في المخابرات؟ يعني شيء كارثي، وتسمي روحك إعلامي 20 سنة، يعني صراحة شيء كارثي. إخواني أخواتي نكمل ثم نعلق. عايز تنتقدني انتقد زي ما أنت عايز، كارهني أعمل، لكن ليه تألف حاجات وليه على كل، يعني كله في ميزان حسناتي، يعني في كل الأحوال كل ده في ميزان.
المهم إخواني أخواتي نرد عليه يعني حمد الشجاع، نرد عليه على فيديوهاته صراحة. إخواني أخواتي هنا نزيد حاجة نضيفها يعني، نسمع نزيد وش يقول. زال حسناتي، لكن يجد كل واحد واخلاق والناس عادت منك الخلق والحسن، ما يعني مش عارف ايه. في ناس زي ما قلت لكم للاسف بتصدق باي حاجه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نصحناش بكده يعني. يعني هو الشر دايما عدد صغير جدا ممكن يؤذي فئه كبيره جدا. يعني لو مثلا فيه جماعة إرهابية عايزة تدمر بلد، ممكن يكون عددهم مثلا 100 واحد ويدمروا بلد فيه ملايين الناس. يعني هذا كلامه يعني يعتبر منتقديه يعتبرهم هم شر وأهل الخير يعني. يعني صراحة كلام يعني إنشائي، كلام إنشائي يعني. رد على منتقديك، رد عليهم يعني بكلام منطق، ما تردش عليهم يعني بكلام إنشائي. هذا شر وأنا خير وإرهابيين، وزي طلعتهم مستوى تاع إرهابيين. صراحة شيء كارثي ما تقوله، والله شيء كارثي. مثلا فيه جماعة إرهابية عايزة تدمر بلد، ممكن يكون عددهم مثلا 100 واحد ويدمروا بلد فيه ملايين الناس. فالشر أسوأ بكتير يعني. المهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واحد قال أنا أخو حمدي شجيع من مصر. من كام يوم يا اخي الحر بتاع قسنطينه احسن من الرطوبه بتاع اوراقي، بمعنى اولوياتي عندي حاجات كتير كده مخربطه وعايز ارتبها. يومي بيعملوا حاجه زي كده وبيعملوا منشورات زي كده، ولا كل ما هنالك لا ولا حتى تخانق، كله اتقي الله وكفى. قسنطينة أحسن من تابعوا إخواني تابعوا. ادخل أنت اجتهد شوية واعرف الصفحات دي، لأنه مش بس الصفحات دي، ده حاجات كثيرة جدا يعني. ما ناس عمالة تألف قصص وروايات هدفها التحريض على سلامتي الأمنية، يعني التحريض بشكل غير مباشر كده. أنت عارف لما تتكلم على واحد، على حمدي وهو شخص أجنبي في الجزائر، وبعدين تتكلم على سمعته بشكل قذر وشكل خبيث جدا، فأنت بتحرض الناس ضده، بتحرض الناس ضده على كل الناس دي. شوفوا إخواني أخواتي، تهديد بسلامة أمنية يعني إحنا ضدها وننكرها يعني. من كل من يسب حمدي الشجيع أو غيره أو يهدد فهو ليس بجزائري، ويعني والقانون يأخذ مجراه، من حقه يشتكي بهم والقانون يأخذ مجراه. لهذا أشخاص ليهددوا بسلامة أمنية، هؤلاء أشخاص كلاب أغبياء حمقى. ليهددوا بسلامة أمنية كلاب أغبياء حمقى حيوانات. لهذا نندد بهذه الأشياء التي ليست من مصلحة المنتقدين. يعني نحن ننتقد فقط يعني، وجداني نهدوا ولا اي يعني تهديدات ليس في مصلحتنا يعني، في مصلحتنا يعني. يعني استغلوها طرف اخر، استغلوها لمصلحتهم. ولكن يا اخواني اخواتي، هناك اطراف هؤلاء اطراف استعملوا اسلوب ضربني بكا وسبقني واشتكى يعني يصنع لك صفحات مزيفه باسمه، واتباع تاعو يسبوا ويشتموا يعني ويهددوه بسلامه امنيه، وبعد يخرج لهم يقول لهم هم هددوني، هم كذا، هم كذا، هم كذا. فهمتوا إخواني أخواتي؟ هذه من ألاعيبهم يعني، باش يعني طرف الآخر، باش طرف آخر يتوقف، يوقفوه بطريقة باش يتهم طرف آخر بأنه هو وراء هذا الشيء. وهذه من ألاعيبهم إخواني أخواتي، نعرفهم مليح ونعرف ألاعيبهم إخواني أخواتي. لهذا إحنا ننتقد فقط،
احنا ننتقد ولا نسب ولا نشتم ولا نقول اي شيء ولا نفعل اي شيء غير قانوني. اما تحريض او غير كما يقول، يعني على اي اساس تحريض؟ يعني نحن ننتقد منشوراتك، يعني من يحرض عليك؟ من الذي يحرض عليك فهو يستعمل امور غير قانونيه، يعني من حقك يعني تقاضيه قانونيا. يعني على كل حال ندخل في الموضوع اخواني اخواتي. والله يا اخواني اخواتي مؤخرا يعني قال سلامة الأمنية، يعني تذكرون الحادثة اللي صارت للسيدة أميرة، تهديدها في سلامتها أمنية من طرف أتباع حمدي شجاع. يعني إلى الآن إخواني أخواتي، إلى الآن ظروف، إلى الآن الناس ما زالت تتساءل وما زالت أمور تغلي، يعني وكثير من الناس تطرح بعض التساؤلات، يعني صراحة تبين بأن الأمور ما زالت يعني غير طبيعية صراحة إخواني أخواتي. يعني تلك الحادثة مستغربين فيها، يعني استدراج، استدرجوا سيدة أميرة، يعني زوج جزائريات استدرجوا السيدة أميرة في مكان معين وكانوا ينتظروها جزائريات ومصريين. يعني هذه التساؤلات راهم يطرحوها. دوك أنا نعطيكم أجوبة تاعي، رد تاعي إخواني أخواتي. دوك هذه التساؤلات اللي طرحوها، شوف واش قالوا إخواني أخواتي، ومن حقهم يتساءلوا، لأن يعني أمر غريب إخواني أخواتي، غريب، أمر غريب ليحدث، يعني ليحدث. يعني جات هذيك، يعني استدرجوا السيدة أميرة، استدرجوها، وبعد ذلك يعني شافت يعني جزائريات ومصريين ينتظروا فيها باش يضربوها، باش يعتدوا عليها. يعني صراحة جزائرية تضرب واعتدى عليها في بلادها، يعني ويعني وشكون جزائرية أخرى هي اللي تسلمها المصري؟ السؤال الذي يطرحوه، قالوا واش دخل المصريين؟ من هؤلاء المصريين شكونش يكونوا؟ هل هم عشاقهم؟ هم أزواج هؤلاء الجزائريات؟ هم هم عصابات؟ هل هم عصابات مصرية التي في الجزائر؟ كما يعني كما عرف في السابق بأن هناك عصابات مصرية داخل الجزائر، جندوا الجزائريات، عصابات تاع النصب والاحتيال وأمور يعني تاع الأمن، عارفين هذا الشيء، عصابات نصب واحتيال وتهريب العملات، وعصابات تاع المتاجرة بالجزائريات وتصفيرهم إلى الخليج وتصفيرهم إلى شرم الشيخ ولا أماكن سياحية. عصابات يعني استغلوا الجزائريات في الزواج عرفي وتصفيرهم يعني بشهادات طبية مزيفة في وقت الكورونا، وكانوا يسفروهم هكذاك، وهذا الشيء معروف، يعني شيء كارثي كان يحدث. عصابات تنشط، يعني سؤال الذي يطرح الناس اللي طرحت مشي أنا، قالوا كيف هل هناك عصابات في الجزائر راهي تنشط تجند جزائريات؟ يعني درجة جزائرية تولي تسلم بنت بلادها لمصري باش يضربها؟ يعني شيء خطير إخواني أخواتي، شيء خطير. سؤال الذي طرحوه آخر، قالوا ما دخل المصريين وعلى يعني يحوس يضربوا أميرة بالضبط لأنها انتقدت حمدي شجاع؟ وما علاقة هذه أسئلة تحهم إخواني أختي، وما علاقة حمدي شجيع بتلك هؤلاء المصريين؟ يعني هل هناك عصابة؟ شوف إخواني أخواتي. والسؤال الأخير الذي طرح، قالوا يعني حمدي شجيع علاه ما نددش، علاه ما بتلك الأفعال، علاه ما نددش بتلك الأفعال، وقال بأني أندد يعني وأتبرأ من كل تهديد لسلامة أمنية لأي كان. يعني طرحوا أسئلة كثيرة يعني، ولكن أنا أجاوبكم إخواني أخواتي. يا إخواني ما تطرحوش هذه الأسئلة، يعني حمدي شجاع لا أظن هو وراء هذا الشيء، ولا أظنه يقوم بهذه الأشياء، لأنه يعني يوتيوبر مشهور معروف، مستحيل يقوم بأشياء غبية كهذه. يعني الغبي والأحمق وكلب وحيوان هو الذي يقوم بهذه الأشياء صراحة. أما حمدي شجاع لا أظن هذا الشيء، ولهذا ما تروحوش بعيد في تساؤلاتكم إخواني أخواتي. المهم إخواني أخواتي ندخلوا في الموضوع. يعني أكتشوف حمدي شجاع دير واحد المنشورات يعني استفزازية صراحة، نرد عليه كالعادة، من حقنا نرد عليه في يعني في المنشورات. فمثلا هذا المنشور قال لك حد عمل لي منشن على المنشور في أحد أكبر مواقع على أحد أكبر مواقع إخبارية في مصر، بيتكلم عن منشور فقط لشاب جزائري عبر فيه عن حبه لمصر وشعبها، صح؟ ونزلت أشوف تعليقات
قال لا شفت فيها يعني شحال تحبوا تحلبوا البراني ولا تشيتوا الغير البراني، يعني ولا اللي يحب البوز يهضر على مصر باللهجة المصرية طبعا. واللي عايز أقول له من طبيعي اهتمام أي بلد برأي الأجنبي عنها، لأنه هو مرآة الواقع فيها، لأنه شهادة مصري في مصر وجزائري في الجزائر وغير ذلك يعني. وكان أنا أقول أنا أكون مستمتع لما أشوف رأي غير المصريين في بلدي، والله إهداه بعزز من حبي لوطني، بشرط هذا الرأي يكون متوازن غير مبالغ فيه، ولا الهدف منه استغلال عاطفة الشعوب يعني هنا في مصر. يعني هذه الشروط طرحتها في مصر، لكن زعما مش راك تستعملها في احنا في الجزائر، استغلال عاطفة الشعوب والمبالغة. على كل حال يعني هذا جزائري شيء طبيعي، يعني راح لمصر وهضروا عليه في الصحافة في صفحة يعني الصفحة صف أكبر صفحات مصرية، لكن ما جابوش في القنوات تواحهم وما هضروش عليه يعني وداروا له قيمة فوق قيمته يعني في مصر، يعني مستحيل هذا الشيء. على كل حال هذا شيء طبيعي يحدث، وشيء طبيعي واحد يزور يعطي يعبر عن رأيه جيد عن مصر وعن بلد يعني مصر الرائعة. ونحن نعتز بشعب مصر العزيز وببلد مصر العزيزة، لكن نحن نتكلم عن الأشخاص المتلاعبين اللي على تلعب بعواطف الشعوب. هؤلاء صراحة هؤلاء اللي نتكلم عليهم وننور الناس على ألاعيبهم فقط، هذا مكان لهذا. صراحة إخواني أخواتي أنا أرى هذا منشور استفزازي استفزازي، يعني لا يحق عليه أن ينشر منشور مثل هذا، يعني لا يحق عليه. يعني هو يعني هضروا عليه في صفحة فقط، يعني ما جابوش في القنوات التلفزية وطلعوا من شأنه ويروج للسياحة وبزاف صوالح، يعني أمور لي يعني نورمالمون يعطوها للجزائريين، يعني ما يعطوهاش يعني واحد أجنبي. يعني هذيك الامتيازات اللي يعني تعطى للأجنبي، يعني المصريين هضروا عليه في الصفحات، يعني هضروا عليه في الصفحة، وهذا شيء جيد وهذا صح، هذا هو الأمر الجيد. يعني مصر يعني المصريين استعملوا أسلوب جيد، أجنبي يعطي رأيه وهضروا عليه في أكبر الصفحات، لكن ماشي طالوا الامتيازات اللي فوق حده، يعني لدرجة أنه يولي يعني هو الآمر والناهي في البلاد ويعني ويتفرعن في البلاد. يعني هذه أمور اللي لا تقبل صراحة، يعني أمور غير طبيعية. لهذا يعني من 7 مستحيلات تشوف مصري يجي ليهم واحد جزائري يوتيوبرز ولا واحد جزائري يروج لهم للسياحة، يجيبوا جزائري يروجوا للسياحة ويستقبلوه القنوات يعني ويعني يديروا له قيمة يعني أكبر من قيمة مصري، مستحيل تلقاها في مصر. لكن احنا موجودة عندنا، يعني احنا موجودة عندنا يا للأسف، يعني تفضيل الأجنبي على ابن البلاد، وهذا شيء يعني شيء طبيعي، يعني يكون هناك انتقاد على هذه التصرفات، شيء غير طبيعي يا إخواني أخواتي. على كل حال إخواني أخواتي صراحة كان هناك يعني المشهور فيديو السابق تاع حمدي الشجاع لما قال أن منتقديه قالهم بأنهم حيوانات وكلاب وغير ذلك. صراحة إخواني أخواتي لاحظت بأن في التعليقات أتباع حمدي الشجاع تعليقاتهم أصبحوا يتهمون طرف آخر، يسموهم بالكلاب ويسموهم بالحيوانات. يعني جزائري يتهم جزائري آخر ويقول له أنت حيوان وأنت كلب وأنت رخيص، يعني الدرجة هذه. يعني 2 كلمات قالهم حمدي شجيع قسمت بين جزائريين، ولا جزائري يعني يسب الجزائري ويحقد على الجزائري ويعني ويتهم الجزائري. إخوانا أخواتي هذا أمر في غاية الخطورة، يعني يعني مؤثر أجنبي يقول 2 كلمات يقسم بين جزائريين، يعني فيها خطورة كبيرة يعني على وحدة البلاد. صراحة حمدي شجيع لما قال تلك الكلمات يعني حب يقول بأنه من يناصر حمدي شجيع فهو إنسان طيب ومحترم وغير ذلك، ومن يعارض حمدي شجيع فهو كلب حيوان وحقير وما يسواش. يعني جمع هذوك المعارضين منتقديه مع الناس اللي تسبوا وتشتموا ويعني وتهددوا، يعني هذا لا يجوز، يعني لا غير معقول. يعني إنسان اللي ينتقدك ينتقدك يعني وفق القانون، يعني يعني القانون يسمح ذلك، يعني كيف تتجمعوا مع واحد يسبك ويشتمك؟
يعني اللي سبك وشتمك قاضي حاكمه. بصح من المستحيل يعني واحد ينتقدك تتجمع مع واحد يعني يهدد سلامتك أمنية. ولكن يعني إخواني أخواتي، يعني صراحة تلك التصريحات التي قالها سابقا والله العظيم أثرت على الجزائريين، يعني في التعليقات ولاو يسبوا بعضهم بعض ولاو يشتموا بعضهم بعض. يعني صراحة زوج كلمات قادرة تقسم كل الجزائريين. لهذا أنا حذرتكم من المؤثرين الأجانب. المؤثر الأجنبي خطير، خصوصا إذا كان عنده أتباع كبيرة، يعني تزداد أتباع تاعو لدرجة تقديس، يعني خصوصا من المؤثرين اللي عندهم منشورات التي تنشر بأسلوب غسل الدماغ وتقديس الشخص تاعو. يعني صايلوا كل هؤلاء أشخاص يعني الدجالين، أشخاص اللي يحب عنده أتباع، يغسلهم أدمغتهم باش يكونوا عنده أتباع، باش تكون عنده قوة جماهيرية كبيرة، قادر يأثر على الدولة، قادر يقسم البلاد، قادر يدير كل شيء يعني. ويعني يقوم أجندات سياسية يعني كبيرة يعني. لهذا احذروا كل يوتيوبرز اللي يستعمل هذا الاسلوب، يعني مش يوتيوبرز، المؤثرين اللي يستعملوا هذا الاسلوب تاع غسل الدماغ وتقديس يدقدسوا شخصيته. يعني حمدي شجيع يستعمل هذا الاسلوب، اسلوب تاع تقديس شخصه. حمدي شجيع حتى لدرجة ان ولاد جزائرية تسلم جزائرية لمصر باش يضربوها، يعني امر في غاية الخطورة. يعني خلاص، يعني انسان يغسل الدماغ تاعو ويدير كل شيء، يعني كل شيء حتى ولو ضد الوطن تاعو. لانه اصبح يقدس هذاك الشخص. يعني هو اولى بالتقديس هو الله سبحانه وتعالى، ثم الوطن، يعني هذا هو، ثم الوطن، ثم يعني انسان والديه والزوجة تاعو واهل تاعو وغير ذلك. لكن واحد يقدس شخص تقديس يعني مستوى تاع الله، يعني هو الآمر والناهي، يعني إذا جاء مع هذاك الشخص يكون جيد، وإذا جاء ضده فهو شرير، فهو كذا، فهذا أمر في غاية الخطورة إخواني أخواتي. لهذا ننبهكم من هذا الشيء. على كل حال إخواني أخواتي، أوصي إخواني أخواتي، أوصيكم يعني صراحة، لا للعنف، لا للسب والشتم. نحن ننتقد كل أساليب العنف والسب والشتم، يعني وكل اللي يعني أمور التي تهدد سلامة الشخص. يعني تشوف هما قالوا لنا بلي احنا يعني نهدوا السلامة الأمنية، ولكن شكون تعرضت لتهديد السلامة الأمنية؟ هي سيدة أميرة، يعني هي اللي تعرضت للسلامة الأمنية. لهذا إخوان أخواتي، يعني لا للعنف، لا لتهديد السلامة الأمنية أي شخص، مهما كان الشخص أجنبي فهو في بلاد، يعني في البلاد يعيش سالم آمن. ويعني وإذا دير أشياء غير مقبولة أو ننتقده انتقاد عادي وفق القانون، يعني يسمح لنا هذا الشيء. ويعني هذا هو. أما انتقاد، أما السب والشتم فحذاري، ولكن احذاروا كذلك أتباع يعني حمدي شجيع. يعني كيف فعلوا أفاعيل يلعبوا هذه اللعبة، يصنع لك صفحات مزيفة وينشرها ويقول لك صح، هام شوفوا هدوني، هام شوفوا كذا، أو يرسلوا رسالة تهديد ويصنعها ويرسلها لحمدي شجيع ويقول له، يقولوا صح راهم هددونا، وشوف كيف راهم هددونا وصنعونا صفحات وغير ذلك، باش يضربوا الطرف الاخر، باش يبينوهم ارواحهم هم يعني هم الطيبين والطرف الاخر هم الاشرار. لهذا احذروا يشوهوا سمعتكم يا المنتقدين. نحن ننتقد، لا نسب، لا نشتم، يعني ننتقد انتقاد عادي بدون تحريض، بدون اي شيء. اخواني اخواتي احذروا هذا الجانب، احذروا هذا الجانب، راهم يتلعبوا في هذا الجانب باش يتهموكم اتهامات باطلة. لهذا احذروا هذا الجانب، ما تطيحوش في الفخ تاعهم. هذا ما عندي إخوان أخواتي، والسلام عليكم.